بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. طبعا الجهاز اليوم راح نشرح عليه جهاز متميز ومفيد بالورش وفي المعامل، جهاز انفيرتر. هذا الانفيرتر ماركة أكد. بصراحة أنا فادني هواي بالشغل هنايا بالمحل، أفحص عليه الماطورات الثريفيس يعطيني القراءات الحقيقية. هذا طبعا انتجوه بفولتيات او العفو بامبير مختلف، يعني هسه عندنا هذا مثلا 4 امبير 1 كيلو واط، العفو 0.75 كيلو واط، يعني 1 حصان. هذا يشتغل ماطور 1 حصان، بينما هذا لا يشغل 5.5 كيلو واط. بيه مختلف القدرات، طبعا يفيدك بالورشه ويفيدك اذا عندك مشروع خاص بتحكم بالسرعه. وهواي شركات جوا أخذوا من هذا المنتوج لأنه بصراحة مفيد جدا بالتحكم، وخلاني بصراحة أنا بالنسبة لي خلاني هذا الجهاز أدخل بمجالات الثريفيس. اشتريت هذا الماطور من اشتريت هذا الجهاز حتى أتعلم به الثريفيس، والحمد لله والشكر طورنا وقمنا نشتغل بالماطورات وقمنا نعرف الأخطاء اللي يصيبنا، لأنه هذا الجهاز بصراحة به مميزات كلش محترمة. يعني اي خلل عندك بالماطور راح هذا الجهاز يتوقف يعطيك ايرور، اي فصل باحد الفيزات يعني صار انفصال بالفيزات هذا الجهاز يتوقف، اي مشكله عندك بدخول الكهرباء ايضا يتوقف، يعطيك الامبير الحقيقي للماطور. وهسه مثل ما تشوفون هذا الماطور 11.8 بالعشر، راح نشغله ونشوفكم الامبير ماله شلون راح يطلع مضبوط. يعني بصراحه جهاز كلش عملي، انا استفاديت منه بصراحه بالورشه مالتي. راح اعطيه تشغيل بعد ما يكمل. زين عيني تقدر تتحكم به، لاحظ شوف الامبير مالته، لاحظ راح يستقر على 50. شوف الامبير مالته 12 امبير 11.9 تقريبا، نفس الامبير المكتوب هنا 11.8، لاحظ 11.7 11.8. فاذا الجهاز هذا بصراحه فادني صوره كلش واسعه، وخلاني ادخل بمجالات الثريفيس ومجال الانفيرتر، وقدرنا نثبت بانه الانفيرتر السبلت يتغذى بالدي سي ما يتغذى بهذا الجهاز. يعني خلينا نبحث عن موضوع الانفيرتر وشغله وعمله، شلون دا يشتغل، شلون الموجه مالته. فالجهاز مفيد جدا بالبحوث، بالتجارب، بالورشه. اذا عندك معمل يتحكم بسرعه الهواء مثلا، اي سرعه تتحكم بها، هذا الجهاز راح يفيدك، واسعاره كلش مناسبه، وراح تجي وجبه لخ ايضا بمميزات اخرى. يعني هذا هسه الجهاز اللي عندنا يدخل سنجل فيس، يعني حار وبارد، يطلع لك 3 فيس على فولت 220، يعني الماطورات اللي تشتغل عليه لازم تربط عليه دلتا. واكو نوعيات اخرى لا، يدخل لك 3 حار ويطلع لك 3 حار، يعني يشتغل على 380 ويتحكم لك بسرعه 380. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا لكم وشركة أكد على هاي الأجهزة الراقية. تحياتنا لكم.